والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. أما بعد، ربنا ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا ولا تجعل من الغافلين عن ذكرك وشكرك ومخافتك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. أرجو نزلنا بفضل الله تعالى وتيسير منه بصدد مقاربة أي جيم من سورة الأعراف. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. إذا لقاء ترحمون أحد الإسلام بحق، لا بكلام ولا فعل وراء الكلام أو قبل الكلام أو مع الكلام. إذا حطوا بباكم تتلع آيات الله فيكم ويحق القول ما لم تتوبوا، والكلاب اللي قاعدين يخدموا اليوم ويحكموا ويتآمر علينا، حطوا في بالكم اذا كان ما تبتوش وبعدتوا على الطريق هذاك محبوب المخاطر، مش يكسروا بحالكم ولا سلام تحكمكم عن طريق ما تحقيقات ومحاكمات عادله. تحقق ما يظلم احد، عن علي دين احنا لا يظلم احد، ونحكم بالظاهر ان دققنا وثبت جرامكم وان كان مدة 30-40 سنة الجاي أو أكثر، والله لو يبلغ سنك ما يبلغ وأنت ما حبيش تعرف، فحق عليك قول الله أن يفضحك في عقل دارك وعلى كرسي اللي أنت عليه الآن، ولا وزارة ستبقى إلا وزارة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا حكم إلا حكم الله، ولا نرتضي بأي حكم آخر، لأن لا نبدل ديننا بأي ثمن كان. نحن أهل ثقة وأهل كرامات، والكلمة تمشي لصالحنا على حسابكم يا أحمق الحمقى ويا أرض للخلق ويا أوباش لأهل. السلام عليكم، تبع السلام.